بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وباء كورونا والأداء عندنا هنا في مصر، بنسمع إن القوات المسلحة بتنزل ترش الجامعات والمؤسسات على اختلاف أنواعها، بس أنا بسأل، طيب هي القوات المسلحة هتقوم بعمل جميع الوزارات ولا كل وزارة مختصة بالعمل بتاعها؟ لما القوات المسلحة هي اللي بترش، القوات المسلحة هي اللي بتهتم بأنها تحافظ على المكان طاهر من كورونا وحاجات زي كده. طب وزارة الصحة بكوادرها بالعاملين اللي فيها من أول الوزيرة لما وكلاء الوزراء لغاية أصغر عامل، دول بيعملوا إيه؟ طب ما القوات المسلحة تشوف عملها الأساسي اللي هو مطلوب منها، ويعني احنا عارفين ان المسؤولية اللي على القوات المسلحة تكفيها وتفيض عنها كمان، عاوزين قوات مسلحة تانية معاها علشان تقدر تقوم بالمهام اللي هي مسؤولة عنها. تسيب طيب بقى حكاية الرش ومش الرش والحاجات ديت لوزارة الصحة، وإلا إذا كانت القوات المسلحة عايزة تبقى هي اللي بترش وهي اللي بتهتم بعلاج كورونا، طب ما نلغي وزارة الصحة ويبقى القوات المسلحة تقوم مقام وزارة الصحة. يعني احنا كده موقفين عمل وزارة الصحة. احنا عندنا دكاترة بتعالج، عندنا وزيرة بتتابع، عندنا كوادر من ضمن عملها الرش والمسؤولية عن التطهير، سواء كان لمؤسسات أو لشوارع أو لمباني أو حتى شقق شخصية لبعض الناس اللي كان عندها كورونا وبعدين يرش عندهم كده يعني. طيب ما علينا، خلي القوات المسلحة ترش وهي قادرة تشوف المهام الأساسية بتاعتها، وبعدين فاضية كمان إنها ترش لنا، فتشكر القوات المسلحة خير إن إحنا عندنا قوات مسلحة تهتم بالشؤون المدنية زي ما بتهتم بالشؤون العسكرية، والحمد لله وربنا يبارك لنا في جيشنا. طيب هي القوات المسلحة ما شافتش مستشفى الحميات اللي في العباسية؟ ما شافتش دورات المياه اللي فيها دورة المياه فيها 4 أحواض، حوض واحد اللي حنفياته لها أكرة؟ ما شافتش الحمامات اللي في دورة المياه 4 حمامات ما فيهمش سيفون، وكل اللي بيعمل حمام يجي اللي بعده يعمل بعده ومفيش مية يصرفوا بيها اللي عملوه؟ ايه اللي عرفني؟ جاني انا وزوجتي وابن عبد الله اشتباه كورونا، فطبعا قعدت اعالج نفسي كده يعني بالاجتهاد يعني، أو نسمع من ده واللي جاله وجبت ايه ومش عارف ايه، بس كانت مشكلته كلها في ان زوجتي حامل في الشهر 7 ومش اي علاج بينكتب ليها، لازم يبقى علاج محدد بحيث ان احنا نعالج لها كورونا وفي نفس الوقت ان ايه نحافظ على الجنين عشان ما تاخدش دواء ما ينفعش حامل تاخده ام ايه الجنين يتأذي يعني في بطنها وكده. طيب لما لقيت الموضوع طال وبدأنا نفقد الشم ونفقد التذوق انا ومراتي وابن عبد الله، قلت ما بدهاش بقى، ايه صرفت وجبت فلوس ورحت طالع على مستشفى الحميات في العباسية. دخلنا استنينا دورنا، الدكتورة قالت لنا اعملهم تحليل دم، رحت عملت تحليل دم ودفعت على كل واحد 36 جنيه، وبيطلبوا كمان أشعة مقطعية ب280 جنيه. المهم رحنا عملنا تحليل الدم،
واحنا منتظرين النتيجة، واحنا منتظرين النتيجة. ابن عبد الله قال لي يا بابا عاوز اخش الحمام، خدته وديته. فين يا جماعة الحمام؟ قالوا له في الطرقة دي. الطرقة دي طرقة طويلة جدا، بتاع يجي 20 30 متر، اوض على الشمال واليمين، ما فيهاش تهوية غير الباب اللي بنخش ونخرج منه. في كل أوضة مريض مركب أنبوبة أكسجين على نفسه، وصل الأكسجين يعني، ودكتور وممرضة حوالين كل مريض. في الآخر خالص على إيدك الشمال لقينا الحمامات. الحمامات زي ما قلت كده، 4 حمامات وأربعة أحواض مية. مفيش حوض مية حنفيته فيها أكرة غير حنفية واحدة، فيها أكرتين، واحدة شغالة واحدة لأ. الحمامات السيفونات متدقدقة متفشفشة. الجيش بقى ما شافش الفشفشة دي، ما شافش الحنفيات اللي ملهاش أكر دي، ما شافش إن أنا وأنا وابني داخلين كان في واحد لابس شورت لغاية ركبته بس، ولابس بطانية فوق راسه كده، وعنده كورونا وكان بيعمل حمام جوه، وانا المفروض ما اعرفش مين دخل قبله يعمل، لان كل اللي هناك محجوزين كورونا. مين دخل قبله وعمل حمام وما لقاش سيفون يصرف فيه اللي هو عمله، ما لقاش حنفيه يغسل فيها ايده بعد ما قضى حاجته، لان الاحواض كلها بايظه. طبعا ابني جه يلمس اي حاجه، قلت له يا ابني احنا جايين، احنا مش عارفين عندنا ولا لا، التحليل لسه ما طلعش. هنخرج مؤكد ان احنا عندنا، ما تلمس حاجة. ابني بعد ما عمل حمام وقفت جنبه، وبعد ما خلص انا رحت ماسك منديل فاتح بيه الاكرة الوحيدة اللي موجودة شغالة على الحنفية، خليت ابني يغسل ايده من غير صابون، لان كويس ان احنا لقينا مية اساسا في الحنفية يعني. من ناحية تانية الحمام، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، والله احنا لو بنعمل حمام في خرابة وكل الدنيا المعدية بتعمل في قلب الخرابة دي، ما هيبقى اكثر من غير صالح لاستخدام الكلاب. يعني الكلاب نفسها هتنقي حتة تنضف من الحتة اللي احنا عملنا فيها حمام دي عشان يرضى يعمل حمام الكلاب. ولو في ادنى من الكلب زي الخنزير مثلا، الخنزير نفسه اللي بياكل في الروس بتاعه روس الحيوانات التانية، يتأنف انه يعمل حمام في المنطقة دي او في الحمام ده. ودي مستشفى بتعالج الكورونا على مستوى، مش هنقول الجمهورية، لو ان كان فيها من جميع انحاء الجمهورية بصراحة ناس جاية تكشف، هنقول على مستوى القاهرة.